حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج من حولك وكل عام وأنتم بألف خير وتقبل الله طاعاتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومثل ما نبدي دائما بالعناوين الدولمة وخواتها أكلات تسبب مرض السمنة لنصف الشباب بالعراق المحاكم تسجل 6000 حالة زواج بامرأة ثانية مقابل أكثر من 7000 طلاق خلال شهر يتميز مطبخنا العراقي بأطباقه الغنية بتنوعها واللي مليانة دهن ودسم يعتبر المطبخ العراقي من مطابخ الشرق الأوسط القديمة واللي ما لها مثيل لشهر رمضان المبارك نكهة خاصة عند العراقيين مستحيل تدخل بيت عراقي وتشوف السفرة بها نوع واحد من الأكل لازم تشوف الشوربات والتبسي والدجاج واللحم وغيرها من الأكلات ينضاف لها طبق الحلو وراء الفطور مباشرةً طبعا بهيك وضع النظام الغذائي والجسم راح يصير بالضين والامراض راح تبدي تطلع مثل السمنه وغيرها والملابس راح تصغر رغم احنا عدد ساعات صيامنا تتجاوز ال 14 ساعه بس بالفطور ابد ما نقصر. لذلك وبحسب احصائيه شبه رسميه لوزاره الصحه تقول انه اكثر من نصف شباب العراق يعانون من مرض السمنه وهذه لها هواي اسباب حسب المختصين مره بسبب النظام الغذائي الغير صحي مره بسبب كثره المطاعم مره بسبب قله الوعي اتجاه الرياضه وغيرها تقرير اعدته دنيا حسن نصر الله وتقدم غفران يبين اكثر الدول تضررا من مرض السمنه انتابعه وبعدها لنا مرحبا يعاني اكثر من مليار طفل ومراهق وشاب من مرض السمنه في جميع انحاء العالم تقريبا 30% من العراقيين يعانون من مرض السمنه مرض السمنه هو اكبر من كونه مشكله تختص بجمال الشكل والهيئه بينما يعتبر بيئه للعديد من الامراض والمشاكل الصحيه اخصائي التغذيه العلاجيه حذروا من انتشار مرض السمنه بالعراق بشكل كلش كبير يرجع السبب للعادات الغذائية غير الصحية، بالإضافة إلى الخمول والكسل وعدم ممارسة أي نوع من الرياضة اللي هي تحمينا من تراكم الدهون. وبحسب الإحصائيات الصادرة من وزارة الصحة، وصل عدد اللي يعانون من البدانة وزيادة بالوزن ما يقارب 29 مليون. 60% منهم مصابون بمرض السكري، و9% منهم يعانون من ارتفاع نسب الكوليسترول والدهون بالدم. وكلها تؤدي الى خطر الاصابه بامراض القلب وارتفاع ضغط الدم زين تعرفون من الدول اللي تعاني من السمنه اكثر من غيرها انا اقول لكم مصر صدرت القائمه الدول اللي تعاني من السمنه بعدين تجي قطر والكويت والعراق والسعوديه وعن موضوع السمنه والتغذيه وغيرها من التفاصيل رحب بالاستوديو بضيفنا البروفيسور رئيس جمعيه علوم الاغذيه في العراق الدكتور سند الاعرجي، رحب بك دكتور. مرحبا بك استاذ عباس وبقناتكم هذه بسهل. القناه اللصيقه بهموم المواطنين، القناه القريبه من الشارع، قريبه من المواطنين، اهلا وسهلا يا أهل مرحبا بيك. مرحبا بيك تفضل استاذ عباس. اليوم آه اذا نسال عن الاسباب نعم. لارتفاع لأ معدلات السمنه عندنا بالعراق، خاصة نعم. مره الناس تقول آه يا المواد الغذائية غالية، الوضع لا. الاقتصادي مو زين، عندنا هواي مشاكل ونشوف عندنا معدلات سمنة مرتفعة. شنو آه. أسبابها هذه؟ إيه أنا أقول أول شيء إيه نستأنس بدستورنا القرآن الكريم حيث قال الحق الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. الإسراف في الأكل يؤدي إلى السمنة وهي مرض. مو مرض مصنف مرض. على انه هو مرض هسه شلون المواطن اللي مم. عنده معلومات زي. كبيره مم. يفهم السمنه كمرض مم. والناس البسطاء شلون ما يفهمها مرض يصورها صحه صحه حتى ان هنالك ارجو استاذ عباس من حضرتك من استرسل بالكلام ذكرني الربط بين السمنه من ناحيه علميه ونربطها ويا الحاله الاجتماعيه بس طيب. ذكرني هسه نجي عندنا ادله استاذ بالوزن الطبي المضبوط الوزن الصحي المضبوط هنالك عشرات المقاييس لكن اهم مقياس يسموه منسب او نسبه كتله الجسم مه. وهو هو ببساطه هاي اذا اريد اعرف الوزن المثالي المثالي, المثالي طيب. الوزن طيب. المثالي هو يقسمون الوزن مالتك ما ايش قد توزنه بالميزان بالميزان احسن وتقسمه على مربع طول راح يطلع لي رقم نقسمه الى اربع اقسام. خلينا نبسطها اكثر. نبسطها اكثر مم. هذا الرقم اذا اقل من 18 هذا الرقم قلنا هو هذا يعني بالانجليزي اندكس يعني مؤشر اذا اقل من 18 يعني معناه هذا تحت الوزن الطبي المضبوط تحت اللي هم مثلا بجنوب افريقيا استاذ عباس المجاعة دولة يطلع تدري شنو المجاعه القفص صدر بيبين. يبين, مبين. حتى بالانجليزي الى تسميه يسموه بومي تشيست يعني صدر الحمامه هيك مقوش وطالع هذا مرض بعد هذا مرض, يسموه مال نيوتريشن عكس السمنه هسه هنا راح نجي للسمنه هذا شنو استاذ عباس هذا مرض سوء تغذيه الجوع هو الجوع مرض وهذا سوء التغذيه، بعدين زي يجي زي الوزن الطبي او الصحي المثالي مم. من 18 الى فوق ال 18 ونص يعني اكو اكو طريقه يقول دي. لك انه تقيس طولك فاللي فوق ال 100 هو هذا وزنك هذا المثالي صح هاي صحيحه؟ لا بي بيها خطا شويه شنو استاذ خوش سبقتني يعني واحد مثلا 100 طوله 180 ينقصها مية منها 100 صار 80 هذا مو صحيح زائد آه. ناقص كملها زين زائد ناقص فرق العمر ابو الـ الـ الشاب مو مثل ابو نقلل من العمر الكبير فهاي المغالطه فيها يمكن ما مساله العمر لانه شلون حتى فقهيا شو يقولون؟ قال لا اله زين قال كفرت <applause> لا اله الا الله سبحانه <applause> وتعالى ما كفر لا اله طيب. الا الله وحد اولها <applause> كفر وآخرها <applause> فيجب ان نقول لا اله الا الله شو نقول 100 مم. يعني ادك الوزن زي. ناقص مية مم. زائد ناقص فرق العمر مم. خلصنا نجي للشغلة الثانية بس مم. حتى اكمل هاي الشغلة الثانية يسموها اوفر ويت يعني وهذا البدانة مم. واحد بدين مو مرض. مو مرض مو مرض بس زيادة وزن مم. وراها تجي السمنة والسمنة مرضا زي. البدانة فلان بدين مو مرض لكن السمنه مرض وبيها ثلاث انواع هي شو وقت تصير بدانه تصير مو هي مو هي هذا الرقم مم. اذا صار اه اللي حكينا المعيار هذا اكثر اقولها اكثر مم. من 25 الى 29 صارت مم. بدانه طيب من 30 فما فوق صارت مم. سمنه 30 35 40 يسموها السمنه المفرطه مم. الـ الـ يعني الصعبه ثم مم. القاتله يموتوا نعم هسه ف... بيها امراض شنو شو تسوي لنا امراض استاذ؟ اول مرض تسوي لك اول مرض أسوي... خلي خلي دكتور قبل الامراض فضل فضل احنا قلنا بالاسباب عندنا فقط السبب أي المشخصي كخبراء بمجال التغذيه نعم. هو الاسراف بالأكل الاكل ده يؤدي للسمنه هو, هو في أسباب ثانيه هو لا ادنى يعني مو اكو يقول لك انا, أنا اكل وجبه واحده باليوم نعم هو هو نعم. استاذ هو سؤالك دقيق وحلو مم. كلش شوف استاذ عباد. اما انا عندي اسراف بالاكل وعدم مشي شلون نعالجها او عندي امراض اخرى هسه هم نعالج عليها مثلا الغده الدرقيه شو تسوي لك؟ اما سمنه متخمه او شنو؟ ضعيف استاذ هم ذكرني يصير مسلول. مهم. او عندك هوايه اكو امور مثلا الفاتي ليفر شنو؟ مهم. يعني الكبد الدهني زياده الدهون مهم. تخلي السمنه تفضل. هوايه اكو امراض الكل بالنسبه للاطفال اليوم نعم. نشوفه هواي اطفال نعم. يعانون من السمنه. اي هنا هم ترجع الى نفس الاسباب؟ لا الاطفال اغلب عدا مرض الغده الدرقيه زين. عيني مهم. اختلاف الغده الدرقيه هو نتيجة الأكل وعدم الحركة السببين الرئيسيين لا ثالث لهما تشوفه بس يأكل وينام وعدم الحركة شوف الطفل ليأكل هواية أكله كثير وكميات كبيرة وكبيرة جدا ويتحرك ما يسمع لكن إضافة إلى اللي نحذر دائما الأمهات والآباء لا يا ياكلون شيبس لا ياكلون نستله لا ياكلون هذه شنو مخاطرها هذه مخاطره, مخاطرة، سوت سمنه تاثرت هسه انا أحكيها مثلا الفازيكولر ديزيز امراض تصلب الشرايين امراض القلب تلاحظ شلون هي سمنه خلينا نبدا بيها من واحد يصير لا حياء في العلم عنده كرش أي. اول شيء ايش صار عنده ظهره ظهره بدت هاي الرقبات العنقيه توجعه عنده حدبه باللهجه الدارجه آه بالانجليزي كيرفيتشر تقوس للظهر الى ان آه. نزول الى الفقرات شنو؟ القطنيه لا حياء في الالم تصل للارداف هذه خلاص آه قلت بعد. لي موضوع ربط السمنه من الناحيه العلميه والاجتماعيه اجتماعيه نجي للاجتماعيه احنا للاسف الام والابو يبدي من الطفوله اكله وهذا مربرب وصلنا آه يسمى أدهم اجتماعيا اللي بدين انه هذا صحته آه مريضها بمشكله هو بمشكله فشي يقولون مم. احنا عندنا بالفرات الاوسط انقاذ بين الفرات الاوسط والغربيه أي. يقول لك كيلو سمن كيلو حسن للبنيه روش. يعني المربربه كيلو سمن زين. كيلو حسن زين. هي اولا اجوا على اساس هي مربربه صحتها زين. زين بس احنا قلنا انا وياك مو صحيح علميا الم... علميا يعني زين نجي ولو هو لحد قبل السمنه قلنا قلنا الاوفر يسموه بالانجليزي اوفر ويت الوزن الزايد بس مو حد السمنه قبل زي. السمنه تلاحظ شلون؟ يعني شلون امثلها شويه اقربها يعني عندك بنزين راح يخلص يمشيك 20 كيلو من خلصت وخلصت فهاي السمنه اذا عبرت ال 20 صارت سمنه حتى ما أنضيع في زحمه الكلام هاي من الناحيه بالغربيه بالغربيه زي. استاذ عباد بالغربيه ايش يقولون؟ ازيد من الفرات يقولون الثلثين ثلثين الحسن للسمن اها اذا إيه واحده كل الشمينة يعني احنا موروثنا الاجتماعي يقول لك روح أكبر. اسمع اسمع بمصر من رحت ايفاد الى جامعه زي. عين شمس جامعات والقاهره يقول دي ام عباس مربربة انا دا احكي مو استهلاك للكلام انما يعتبروها في صحيه بس هو بالعلم غلط واحنا هم عندنا اللي يشوفوا اه مترو زايد يقول اه هذا متعافي هذا اه اه متعافي اه اه ويطقوه اه بعين بالحسن <applause> يلا طيب نعم بعد اكو عمليات تصير دكتور مال السمنه ايه؟ مال السمنه ايه تكميم ايه وقاص ايه وغيرها هذه اليوم شو وقت انا اشوف نفسي مستحق اسوي هذه العمليه وبنفس الوقت السؤال الثاني هي شنو مخاطرها؟ هسه واحده واحده طيب استاذ عباس انت حكيك اليوم مم. انت من عندياتك مم. يريد له ثلاث حلقات <applause> بس نستفيد منك دكتور نحاول شويه الامام جعفر الصادق عليه الامام جعفر الصادق مم. عليه السلام عليه السلام قال كلام يعني الاختصار لغه العلماء مم. والاسهاب لغه غير مم. العلماء خير. كلام مقار مقار و و وبعدين لا بعدين ايش قال لا مو احنا هم نطيح حق وقال الاختصار الشديد يفقد من المعنى معنى هسا احنا نريد نواصل شلون نقول صعب عليك. لا نروح للزايد مو انت لي هالاوراق يا استاذ عباس مو مال <applause> <يا> خليهم خليهم <applause> لا, 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 لا اسمعني استاذ عباس لا. يعني قصدي انه يريد لك مال عشر حلقات الحلقة. احنا, احنا نستفيد ان شاء الله من تواجدك جناب الاستاذ عباس باو نرجع للعمليات عمليات هي شنو اول شيء قبل العمليه انت اذا هيأت نفسك بدون عمليات افضل <مم> لانه الجراحه اخر الامور الكي <مم> يعني الجراحه اكو يسوون استاذ تكميم شنو التكميم <مم> هاي المعده يجيبولها مثل الحزام خلينا نقول بالسيارات يقولون قفيص بس هنا مو حديد طبعا يعني ماده ماده من المصارين تلاحظوا معقمه هذا يق... يقول ما يشتهي يقيدوها يقيدوها يق... 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 يقيدوها وبالتالي يتعود الانسان يعني يشبعه مم. قليل زين؟ طيب وراها اذا شافوه ما قدروا يسووه تحويل مسار مم. من العمليه قبل من بدايه المعده وين للامعاء أه. في قلب اخير شيء استاذ يقصون استاذ عباس قص جزء. جزء لا جزء والله هو 70% زين. 90% بالمين. نرجع افضل شيء استاذ للسمنه نخلصها من الامور الاتيه مم. هاي من فضائيتكم طيب ما نحكي بالتزويق آه اللفظي مم. اولا نتخلص من السمنه بواسطه عدم الاكثار من الرغيف الخبز مم. يعني اذا كنت تاكل خبزتين اللي, اللي ما يسمن خلي يسويها بالتدريج خبزه مم. واذا سواها نص خبزه لانه مم. هذا شنو هو بالاخير طحين يتحول الى آه سكريات مم. خلص ثانيا الرز ايضا بدل ما تاكل ماعون كبير وكل نصف صحن طيب. ثلاثه البيبسي وما ادراك ما البيبسي مشاكله هواي شنو مشاكله استاذ بحكايه واحده ما يريد هذه انت هسه قول لي استاذ عباس مشهور مثقف استاذ عباس ابو فاضل هاي ايش قد تتوقع قطية هاي الببسي هاي البيبسي الخوطيه البيبسي الاعتياديه ايش قد بيها واحد شكر؟ واحدنا اليوم يشرب له اثنين وثلاثه وعادي انا اريد الوحده تقول لي كم ملعقه من السكر بيها؟ شقد؟ <applause> قول لي تاني أسأل اعطيني عدد أه يعني ممكن خاشوقه خاشوقتين؟ تدري شقد؟ هسه تنصنع يعني تنصعق شقد؟ صدمه عشره هسه تقول لي شلون عشره؟ احنا نشوف هذا بالشاي. عشرة بهاي القطنيه الصغيره؟ اي ايه هسه اجيك بالكلام <applause> بيها حامض الفسفوريك <applause> هو من يتكون البيبسي ما يريد له مي والشكر وصبغه وثاني اكسيد الكربون <applause> السكر ب حامض حامض الفسفوريك يذوب هذا السكر بينما بالشاي خلّي خاش ثلاثة ما يدوب فاذا الشاي يكون نخلي بدون سكر, سكر. واذا عندنا فلوس نشتري اكو ستيفيا واللي ما عنده فلوس مو لا لا استاذ ستيفيا غاليه ب 5000 دينار يروح للعطار يقول له اعطيني ربع كيلو ستيفيا هي شنو؟ ماده نباتيه غير نجيب فشي جديد الموضوع ماده نباتيه من دول الشي شو يسموهم اللي يبيعون العطارين العطارين بعدين لهم تسميه ثانيه شنو استاذ عبا اللي يبيعون الدارجه العطارين اي عطار بس لها تسمي زين. اللي يبيع يعني اعشاب العشابين العشابين خوش ياخذ ربع كيلو ربع كيلو قد يصير شو 2000 دينار او 1000 خوش ربع اي مو خفيف <applause> هو شلون شكل الستيفي هذا اللي نشتريه الغالي استاذ عباس هذا يصير مثل الياس خوش يا سبحان الله تجي تغسله تخليه بالشكر ماده نباتيه طيب. حلوه ايش ياخذ من العشاب؟ ستيفيا ستيفيا موجود إيه. عند العشابين اي موجود نبات إيه. طيب. طيب. الاستيفيا طيب يلا آه وبينما ذاك السكرنا حيواني ماكو هذا اللي يسموه مم. سكرين اي بعد قول استاذ احنا طيب. ننتقل الى فقره عندنا نعم. فقره بشهر رمضان المبارك ان شاء الله راح تكون ثابته بالبرنامج فقره اسمها مم. التغذيه السليمه هذه الفقره عن الاخطاء الصحيه الشائعه وشون نتجنب هذه الاخطاء خلال التغذيه بشهر رمضان نتابعها ويا بيان جادري وبعدها راجعين أهم الإرشادات الغذائية بشهر رمضان المبارك، وللاستفادة القصوى من الصيام خلال الشهر الفضيل حتى نتخلص من الوزن الزائد ونعزز الصحة بشكل عام. اشربوا هواية سوائل قبل تناول الأكل، وبالأخص المي، واللي نعتبره أفضل اختيار، أو نشرب العصير واللبن، بس قللوا من المشروبات اللي تحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية. الشوربة خيار رائع. حتى نكسر الصيام لأن الشوربة تحافظ على ترطيب الجسم وتمد بكمية هائلة من الفيتامينات والمعادن نتناول الخضروات المليانة بالفيتامينات والمعادن والألياف والسلطات المتنوعة الألوان أهم شيء مشاهدينا السلطة اختيار الكربوهيدرات المفيدة للصحة مثل التمن الأسمر والمعكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة وخبز الحبوب الكاملة والبوتيتا والبرغل ونتناول البروتين الخالي من الدهون مثل اللحم والحليب واللبن والبيض والجبن والسمك والدجاج هاي المواد تحتوي على مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية وهي ضرورية جدا للحفاظ على كتلة العضلات وإنتاجها في حالة نتجنب تناول الأطعمة العالية بالدهون والصوديوم والسكر والأطعمة المقلية ونستبدلها بالأطعمة المخبوزة أو المطهوة على البخار طبعا اضافه لكل المواد الغذائيه الصحيه اللي ذكرناها ضروري نعزز اجسامنا بلعب الرياضه ونخليه روتين يومي بس مو بكثره حتى لا يسبب ارهاق لكم صوم مبارك وصحه دائمه. وبعد ما تابعنا هذه الفقره نرجع مره ثانيه لا. لك دكتور شهر رمضان لا. شهر خير ان شاء الله وقبول طاعاتنا. الكم دكتور بل. البعض يشوفه فرصه لفقدان الوزن، والبعض يقول لك لا يصير بالعكس، م. احنا صح نصوم 14 ساعه بس شو يجي العيد؟ م. ملابس زغرانه، احنا سمنانين، طالع عندنا امراض هواي قليلين دول اي استاذ عباس شو الجنب الجناب؟ هو استاذ اولا بجنبه دينيه الصوم حتى كصير. يذكرك مو؟ يذكرك بالفقراء بالفقير انت تاكل غيرك ما ياكل، م. اكو ناس يقولوا له بقيمه تعرف قيمة الطعام بالجوع. اثنين نرجع شلون دول يسمنون هذا السؤال شوية يريد له دقة. هو استاذ إذا إذا الصوم 90 إلى 99% يقلل الوزن بالأقل الصايم الصحيح يقل وزنه فد يعني بالاقل 25% يعني خلينا نقول كمتوسط زي. خمس كيلوات الى 10 زين هسه تقول لي دول شلون يسمنون؟ وانت تقول لي صايم الصحيح الصحيح اي ماكو صوم مو صحيح يسجل يعني من ناحيه من ناحيه التغذيه اي تحبه مرته سوت له فطور كل شيء دق وراها نام قعدته بسحور وهو نايم و... وهم اكل لانين. ونام خوش. فهذا يسمن اكيد يسمن زين هو يقول تسحروا هسه نجي على فقره السحور فان في السحور بركه هذا منه ابو الاطباء النبي مهم. عليه الصلاه والسلام صلات والسلام كيف قلنا الفطور السليم, بطل السليم. بطل. اول كان النبي عليه الصلاه والسلام وعلى اله وصحبه المنتجبين ماذا يقول ونتاسى به وهو ابو صاحب الموسوعه اللي كتبوا عن الطب النبوي كان هي شنو الدين القرآن الكريم والأحاديث النبوية النبوي الشريف أو السنة النبوية شنو السنة ما قام به ما قاله النبي تمام دينيا هالشكل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر بالماء بالتمر والخاتر ها تمر واللبن لبن إذا ما أكل لبن بالماء والتمر والتمر واللبن وبعد ذلك بالحساء شوربه هالشوربه ويذهب الى الصلاه يصلي يقيم الصلاه ويرجع يكمل شوف هي هذه قمه الامور الطبيه والصحيه هاي ايش راح تسوي هاي المسافه هاي هذه المسافه انت عندك علميا خلينا علميا قاطع المؤت... الاكل مم. والمعده شلون استاذ النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال عن المعده ذكرني المعده بيت الداء ام الامراض هي تبدا بالمعده هي مثل البالون باللغه العربيه الفصحى نفاخه طبعا. تخلي بها ماء زايد تصير كبير تخلي بها ماء قليل هي صغيره مو تمام فانت قاطع الاكل 14 ساعه 14 ساعه قد 15 16 ممكن ممكن, 13 حسب الصيف والشتاء مو كمان بس كمعدل نقول 15 او 14 مره تجي بقوه على وجبه الاكل كل شيء ماكو وتجي راسا تصير يعني الاعصاب بالمعده تودي الى النيورو تيشو فاذا احنا وبعدين مو كان يصلي وناكل شويه شويه أحدنا مثل بالمضايف شو نقول؟ الليل كله عشاء كل انت ده تاكل مه. الى السحور من الفطور نعم. للسحور اكل بس الصعوبه وين استاذ؟ قبل ما انسى المعذره استاذ عباس نعم. السحور من السحور الى الفطور ثاني يوم كم ساعه؟ قلت 14 14 فقال تسحروا عليه افضل الصلاه فان في السحور بركه لان انت شنو عندك السكر أكل. انا اقول لك خلينا نقول للمشاهد انت عندك ماكل السكر اول ساعتين اللي كلتهن من السحور راح يخلصن خلص. السكر الطبيعي خلص. بعدين يحتاج سكر ياخذ خلال اربع ساعات الاخرى ركزوا وياي من مه. يسموه من الكبد السكر المخزون بالكبد يسموه الكلايكوجين راح يخلصن صارن ست ساعات مه. احنا ايش قد قدنا احنا 15 او مه. 14 ساعه تقريبا تقريبا بقى ثمان ساعات شلون ياخذ السكر تحويل شوف ليش يضعف مه. الانسان تفسيره ياخذ السكر من تحويل المواد غير الكربوهيدراتيه مثل مركبات الدهون بخار الدهون او مركبات البروتين ياخذها يحولها الى سكريات وبالتالي يضعف الانسان احنا نقول الصيام صح للجسم بسبب هذه العمليه الصيام تصحوا تصحوا وتصحوا احسنتم دكتور كل بعض يفطر مثلا على وجبات سريعه مثلا هو موجود بالبيت او برا البيت يفطر على وجبات سريعه، هنا شنو مشكلتها مو صحيح استاذ انت دمرت المعده، بس اسالني ليش نفطر على التمر؟ مم. لان التمر سريع الامتصاص ويصعد لي وين؟ حتى ما يصير عندك دوخه للدماغ، هو لانه الدماغ بثلاث مواد للاغذيه، الماء والسكريات تلاحظ جزء من الدهون اللي تتحول الى سكريات، فتلاحظ شلون انت اذا جبت احنا دائما نقولها يعني تسوي صدمه للمعده لان المعده مرتبطه بالدماغ وبالمناسبه الامراض ايضا اذا البيت قلنا المعده بيت الداء بعدين لان هي مرتبطه شلون انت تحس بالجوع؟ لانه تعطي اشاره للمعده هناك غده اسمها الهايبوثالاموس ووراها الدماغ يطيها حسب بالجوع او الشبع نعم بعد فبالتالي هذا هذا الموضوع وموضوع الاكلات السريعه اليوم هو موضوع هذا الاكلات السريعه استاذ اعطيك مثال استاذ همبرجر مم. يعني انت الهمبرجر من يبيعوها اكو محلات ب 1000 و2000 هذا زي. مو صحيح ليش؟ لان هي مثلا 400 غرام شو يجيبون استاذ؟ يجيبون معامل فول الصويا احد البقوليات عيني طيب ويخلي لها مثلا زي. 300 غرام شويه شحم شويه لحم منكهات هذا تأثراً بالدهون مم. يعني الدهون شويه صعبه لان ما سامع الكبد من الدهني هو دكتور نعم. علميا من الاكثر قابليه للسمنه الرجل ولا المراه؟ عموما دائما المراه تكون اسمن بالامراض اللي سالتني عليها مه. الغده الدرقيه استاذ تكون أدها تسبب السمنه عند المراه مه. بس القابليه بالسمن للمراه لان دائما نشوف الرجل يتحرك يعني مه. مجتمعيا اكثر من المراه هي استاذ امشي ما كملنا مو قلنا نقلل السكر ونقلل طيب. المشي والنبي مه. عليه الصلاه والسلام حركات يريد حركات ايش قال؟ علموا أبنائكم الرمايه شلون ترمي مو هذا القوس والنشاط تركض وت... على مود تكون هذه الحركه النشاط هذا علموا موجود. ابنائكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل كلها حركه ومشي ايش وقت رمضان افضل وقت لممارسه الرياضه؟ ها يعني بعد الصباح ها يعني الظهر واذا اكلت بعد الاكل ثلاث ساعات ساعتين يعني مم. قبل ما يلي نعم طيب بحث. انا اشكرك لكل هذه المعلومات والايضاحات بس انا تمنيت نشرح بعد عن مرض الغده الدرقيه ان شاء الله اذا الله خلانا, إن إن شاء الله خلانا طيبين اذا الله, الله خلانا طيبين ان شاء الله يجيكم والله انا تدري بيه حضرتك مم. السادة عباس ابو فاضل انا تدري مريض عزيز بس سلام. والله واعتذر من عافية. يعني صار لي ما يقولون سنين طوال انه اطلع بالفضائيه وهسه امتنعت مريض بس انا هاي الفضائيه أهلاً كل شيء كل والسلام ان شاء الله نتمنى لك العافيه انا بخدمتك دكتور أبداً. سند الاعرجي البروفيسور ورئيس جمعيه علوم الاغذيه في العراق لكل هذه الايضاحات والمعلومات وهذه الاطلاله الجميله حبيبي بالتالي النصائح واضحه مثل ما تفضل دكتور سند حتى بشهر رمضان اكو نظام غذائي ممكن واحد يتبعه قلنا بدايه الحلقه احنا سفرتنا ما شاء الله عامره باشكال وانواع من الاكلات مو ضروره تكون هذا موجوده يومية بهالكمية ممكن نقلل الكمية ونستفيد منها ونحافظ على صحتنا حتى نقدر نكمل هذا الشهر الفضيل بصحة وعافية وتمام إن شاء الله وقبول للطاعات فاصل وبعد أسوأ شيء ممكن يزعج المرأة ويسبب لها قلق هو خيانة زوجها عاد إذا صار وعرفت بعدين أنه هو تزوج عليها امرأة ثانية لا راح تنقلب حياتها الى اشبه بالكابوس. تقرير لرئاسة هيئة الاشراف القضائي لعام 2023 تقول انه محاكم الاحوال الشخصية بالعراق استقبلت اكثر من 6436 اذن حجة اذن لزواج ثاني. بنفس الوقت اكو عندنا رقم كارثي بالنسبة لحالات الطلاق بالمحاكم العراقية. وصلنا شهريا الى معدل يتجاوز ال 7000 حالة طلاق. طبعا اكو قسم من عدها طلاق يتم خارجي ويتصدق داخل المحكمة، واكو طلاق لا تفريق داخل المحكمة يتم بصورة رسمية. هذا الموضوع بالتاكيد له اسباب تفاصيل، راح نتحدث عنه مع ضيفنا بالاستوديو المحامي الاستاذ وليد عبد الحسين جبر، رحب بك استاذ وليد. حياك الله استاذنا العزيز وشكرا جزيلا لهذا التسليط الضوء على اهم مشكلة تتعرض لها العائلة العراقية يوميا مم. امام المحاكم في العراق. ذكرنا رقمين يعني عندنا تقريبا اكثر من 6000 حجة اذن لزواج ثاني وبنفس الوقت عندنا معدل طلاق ممكن يوصل الى عشر حالات بالساعه فالرغم من مرتفعه شلون نفسر هذا هذا الوضع بالمجتمع بسم الله الرحمن الرحيم هو هذه المشكله احنا عندنا بالقانون الجنائي نظريه نظريه تعادل الاسباب انه اكثر من سبب تؤدي الى حدوث مشكله زين موضوعة الطلاق والزواج المتزايد لا يمكن يعني إرجاعها إلى سبب معين مه. يعني مرة يكون هناك سبب يتعلق بالمؤسسات القانونية مه. التي تتولى الفصل في هذه القضايا مه. وأعني بين قوسين محاكم الأحوال الشخصية طيب. ومرة تكون الأسباب تتعلق بما يسمى بالمأذون الشرعي مه. الذي هو لا أساس لا شرعي ولا قانوني لوجوده مه. اليوم انت تروح الـ الـ الى اي محكمه راح تلقى امام باب المحكمه الرئيسي مه. مكتب قطعه لافته عقود الشيخ أقول فلان أقول فلان لعقود الزواج والطلاق, والطلاق. هذا طبعا ربما هسه مواقع التواصل الاجتماعي والخيانه مه. الزوجيه والواتساب وكذا هذه اسباب طيب بس احنا صار لنا 15 سنه نعمل في سوح القضاء مه. وجود المأذون الشرعي وإحنا هاي كتبنا بها هواي بالصحف وبالمجلات وبالأحاديث وجود المأذون الشرعي أمام محاكم الأحوال الشخصية هو المعول الأكبر في هدم الحياة الأسرية آه. لأن صار هذا المأذون أولا هو ما مجاز من مكتب مرجعية أو حوزة علمية وهو جاهل بأبسط الأحكام الشرعية وصار يتقاضى مئة ألف دينار على الورقة اللي يحررها بإيقاع الطلاق فمن صار الموضوع مادي اليوم سين تعارك ويا زوجته على وجبة الطعام على طلعة بدون علمة على كذا وضاج من يروح لهذا المأذون الشرعي يقول أعطيني مئة ألف وهاي ورقة الطلاق وهاك روح مو احنا هنا حكينا حكينا عموميات لا لا احنا شرح نصير انه الكل ما عندهم علم بالقضايا الشرعيه الكل يتعامل ويا الموضوع مادي لا مو هو انا اريد ابحث اليوم اني هسه يمكن اي واحد بينا مه. يقدم استفتاء الى مكتب زي. اي مرجعيه دينيه مه. هل موجود في الفقه الجعفري في الفقه مه. الحنفي انه الطلاق لازم هناك شخص يؤدي مراسيم الطلاق؟ لا ما موجود ما موجود فقط الموضوع قانوني يكون؟ ولا قانوني من تقرا الماده 39 من زي. قانون الاحوال الشخصيه آآ آآ وتنتبه الى حرفيه النص انه ما موجود اللي يريد يطلق إنه يروح يطلق أمام مأذون شرعي. يعني هذا النص على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوة في محكمة الأحوال الشخصية. فالإجراءات قانونية. إجراءات قانونية. زين. هنا إذا مجلس الزواج. والزواج. ها؟ أه؟ والزواج وحتى الزواج ما بي لازم أبداً, أبدًا الزواج باتفاق مراجعنا باتفاق فقهاء المذاهب الأخرى هو عبارة عن إيجاب وقبول ورضا الطرفين. ما موجود أنا اجيب يعني أنا وجود الشخص الشيخ والسيد اللي يعقد لا وجود في الخطبات لا لا لا. هذا هذا عرف. هذا عرف لا وجود لا شرعي ولا قانوني له وانا بحثت بالموضوع وطالعت كتاب الفقه على المذاهب الخمسه للشيخ محمد جواد مغنيه زي. وايضا موقع السيد السستاني وموقع جميع الفقهاء ما موجود أنا اجيب شخص انصبه بمنصب القاضي مه. وهذا يتقاضى فلوس حتى يسوي لي عقد زواج او عقد او ورقه طلاق بس الزواج ما عندي مشكله بيه احنا, بي. أحنا عقد السيد هذا ثوابت موجود هذا هذا ثوابت بس م. قل لي انا اليوم كمثقف كشاب مثقف م. يجي يناقشني شخص يناقشني شخص يقول لي يابا انت جاي تاخذ زوجتك وتروح لهذا الشخص مزين. انطيني روايه حديث ايه قول مرجع شو منو اللي قال لك؟ خوش اما انا يعني حشر مع الناس عيد لا هذه ما تليق بالجيل الجديد جيل م. المثقفين طيب. اذا ارجع الى قانون الاحوال الشخصيه ما اي نص قانوني تعطيني هذا الموضوع مه. انا موضوعه الزواج اليوم خطوبه وكذا وماخذين شيخ ما متضرر من عده طالما اني مكون عائله جديده المشكله عندنا انا بالطلاق. متضرر من الطلاق راح تقول لي شلون انه محكمه الاحوال الشخصيه مه. اذا اخذت دورها الحقيقي واجا الشخص قدم دعوه بايقاع الطلاق طيب. اولا هنا القاضي ما راح يقول له اعطيني 100000 حتى اسوي لك ورقه راح تقام دعوه وتحول الى مكتب الباحث الاجتماعي الباحث الاجتماعي راح يحدد موعد جلسه فد اليوم يعني انا اليوم 14 3 قدمت الدعوه راح يحدد لي جلسه على الاقل فد 24 3 <applause> انا هاي من 14 الى 24 ربما الضّجة ما <applause> راحت ممكن اي جوز راحت ممكن يدخلون الناس الطيبين دخلوا ابو ام كذا <applause> فمن اجي امام الباحث الاجتماعي واقول يا باني بطلت ما أرد اطلق بينما الموجود بباب المحكمه لا مباشره راح مباشره يعطيك ورقه طلاق ليس طلاق هنا القاضي قاضي الاحوال الشخصيه من تجيب له ورقه طلاق مجبر يصدق الورقه لان القراء الطلاق قد وقع لان صار لفظ صيغه الطلاق وحضور شهود ما يقدر يناقش بس بالدعوه التي تقام استنادا للماده 39 <applause> وهذا النص اللي نتمنى عن طريق قناتكم المباركه ان يفعل من مجلس القضاء، لا هنا بعد ما عندنا طلاق. عندنا شخص يريد ان يطلق زوجته. هنا راح القاضي. معناها هنا استاذ وليد مو عندنا اكو استسهال باجراءات الطلاق؟ مضبوط. وانا ليش قلت لك الموضوع ما بسبب واحد جزء من عنده يتحمل المؤسسه القانونيه اللي تنفذ القانون وهي محاكم الاحوال الشخصيه. يعني, يعني اذا نتفق ويا اللي قلته عند نعم. الموضوع عند البعض صار تجاره، مضبوط. اليوم اي اثنين واحد اختلف ويا زوجته يابا انت طالق. تعال يا بس السيد الفلاني او الشيخ الفلاني حاكمي التلف ورقه والعمامه بريئه اكيد من هذه ابدا ما له علاقه بالحوزه الدينيه ابدا طيب. اتحدى وعبر قناتكم كتب. اتحدى اي ماذون شرعي عنده اجازه من الحوزه العلميه م. او عنده علم من المكتب المرجعيه كتب ب... هذا الشخص بغض no. 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 النظر سين او صاد كتب نعم. No. هنا المحكمه ملزمه انه صدق؟ ملزمه ليش؟ لان الطلاق وقع اذا انا كقاضي شخصيه عندنا مشكله بتطبيق القانون بهذا النص 39 بالنص لو بتطبيقه 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 لان النص اقرا على من اراد الطلاق ان يقيم الدعوه في محكمه الاحوال الشخصيه مهم. يطلب ايقاعه واستحصال حكم مهم. به مهم, مهم. ما ماكو اي ورقه مهم. رجل دين ولا مدني شرعي ولا كذا انتقل للاسباب هسه الاسباب مهم. اللي نعرفها ممكن اليوم او اللي يعرفها المشاهد مهم. مشاكل اقتصاديه وغيرها وصار الطلاق مهم. الحقيقيه باعتبار ان انتم مشتغلين شنو اللي جاي تودينا للطلاق؟ هو موضوع المشكلة اليوم المواطن سواء كان في دولة متطورة أو في العراق أو في أي دولة أخرى ماكو بيت يعني يخلو من مشكلة وفي كل ثانية ربما تنشأ مشكلة الحديث هذا اللي تحدثنا عنه هو المشكلة الرئيسية آه، نرجع مرة ثانية إذن. أبدا نرجع مرة أخرى آني اليوم آني يمكن هسه ضايج بعد ساعتين ثلاثة تروح الضوجة مالتي بس آني بساعة الضوجة سويت لي ورقة طلاق وخليتني أوكل محامي وقام لي دعوة تدري إجراءات المحاكم هم الروتين الموجود بها روتين مزعج أنا اضطريت بعد أقيم دعوة طيب. الدعوة حينما تقام أمام محكمة الأحوال الشخصية بتصديق الطلاق بعد طيب. ما تغلق لأنها طيب. تتعلق بالحل والحرمة طيب. فمن آني راضيت زوجتي لازم أرجع وين هم راح يدزوني للشيخ صح ما يسمى بالشيخ مره ثانيه يا بتعال سوي له ورقه رجعه هم راح ياخذ من عندي خمسين او مائة الف زياني. راح اجيبها للمحامي المحامي راح يقول لي انا قمت لك دعوه تعطينا تعاد <applause> يعني احنا شهدنا حالات طلاق انه موظف مستلم قطعه من من الدوله وهنا بقانون الوظيفه او قانون البلديه اذا احد الزوجين استلم قطعه الزوج الثاني بعد ما من حقه بدا الازواج شو يسوون انه الزوجه تريدهم تستلم قطعه تروح تطلق طلاق شكلي وتقيم دعوه بالمحكمه وتاخذ قرار حتى تستلم قطعه ثانيه او مثلا الزوج موظف الزوجه تريد راتب رعايه ما يجوز تروح تطلق طلاق شكلي وتقدم قرار الطلاق الى دائره الرعايه حتى تحصل راتب رعايه فهنا اللي صاير هاي, هاي جاي تصير عندنا الحاله جاي يصير ويوميا على مود راتب الرعايه على مود الرعايه والقطع السكنيه يعني اليوم دائره النزاهه اذا تدقق بمعاملات تسليم قطع الأراضي راح تلقى فد 30-40% من استلام القطعة خلاف القانون بهذه الأسباب ورواتب الرعاية وغيرها وغيرها فالأسباب كثيرة طيب خليني أرجع على موضوع وجزئية مهمة حكيت بها موضوع مواقع التواصل الاجتماعي مم. مم. وتأثيرها اليوم عن الحياة الزوجية مم. وعن هذا الموضوع وتفاصيله وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي اليوم على العائلة العراقية وتسببها بزيادة عدد حالات الطلاق تقرير عدتها فاطمة طالب تابعة وبعدها نعود وسائل التواصل الاجتماعي هي ابرز اسباب الطلاق اكثر من 5 مليارات شخص اي ما يزيد على 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يقضون بالمتوسط نحو ساعتين يوميا بتصفح هذه المواقع والتفاعل من خلالها وفقا لبعض الدراسات الحديثه فالناس تضحي بصحتها النفسيه والعقليه وحتى علاقاتها الاسريه وصولا ربما الى الطلاق بعد ان كان الطلاق موضوع يتم الحديث عنه بالخفاء صار هسه امر طبيعي الى احتفالات خاصه بحجه الحضاره والتطور. الزواج صار عقد محدود بعيد عن كل المفاهيم اللي تقوم على بناء العائله، خاصه بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي وبدايه انقراض مفهوم الخصوصيه، وانتشار الحياه الشخصيه على العلن والتسابق بالتباهي ونشر المنشورات اللي سببت حاله كبيره من المقارنه بالمستوى المعيشي. سيارات راقيه وفخمه، تسوق دون حدود، هدايا مبالغ بها احتفالات غير نمطيه سفر حول العالم عمليات تجميل كلها ادت الى حاله عدم الرضا وسيطرت على العلاقات وخلقت ازمه مقارنه بين الازواج فهل استخدام الانترنت بشكل خاطئ هو السبب بكثره حالات الطلاق بالمجتمع وبعد ما تابعنا هذا التقرير نرجع مره ثانيه بالاستوديو للاستاذ وليد. No. آه واقعا اليوم مش قد اثرت مواقع التواصل الاجتماعي على العائله العراقيه وتسببت بهذا الموضوع موضوع حالات الطلاق وزياده عددها. هو مواقع التواصل الاجتماعي لم آه يعني توجد المشكله، المشكله mm -hmm. موجوده منذ الازل ولكن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت انتشار mm -hmm. المشكله. سهلت آه شلون تقول تعويم المشكله mm -hmm. يعني يمكن انت قبل مواقع التواصل الاجتماعي انت في بغداد ما كنت تدري اليوم حصلت حاله طلاق في إيش سببها صح يعني ما معقول القنوات مم. الفضائيه تهتم تهتم, تهتم بالابسط الجزئيات أكبر مواضيع اهم بس لا مواقع التواصل الاجتماعي خلت شو لك العالم مو قريه واحده خلتها غرفه واحده مم. قامت المشكله اللي تحصل في بغداد نشوفها في نفس الثانيه في نفس الدقيقه يمنا في واسط وفي البصره وفي السماوة زين وفي الدول الاخرى يعني تفسرها هذه ممكن يصير تاثر؟ اها صار تاثير وتاثر بتعميم المشكله صار اليوم اكو ترى فالتقليد لا ارادي انه انا مثل ما فلانه هيك تطلقت بسبب زوجها ما من الخروج انا يعني على شنو انا فلانه احسن من عندي انا هم اقيم دعوه عليه لان زوجي ما يسوي هيتشي فهنا مواقع التواصل الاجتماعي اباحت العائله العراقيه امام الملا وهذا هذا التصوير الحياه الخاصه في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا مشكله، يعني شنو انه زوج آه يصور في مواقع التواصل الاجتماعي مراسيم الزواج مالته وينشر زوجته وينشر وحتى الطلاق وحتى العقد وحتى وطلع ايدين زوجته وكذا هذه كلها آه هو حتى اللي يستخدم يعني اللي يستخدم استاذ وليد عائلته اليوم كماده اعلاميه كماده اعلاميه إيه إيه آه ويأثر بالتاكيد على باقي موضوع الفن اليوم الفنانين مم. يلعبون دور هذا ما يحاسب عليه القانون هذا باعتبار السلوك. لا 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 هذا. موجود الماده 402 من قانون العقوبات آه تجرم اي مناظر او اي آه فد مشاهد تؤدي الى يعني ما يرسل, ما يرسل الى ايحاءات او مم. ما يرسل الى مم. نشر التفاهه والمحتوى مم. الهابط في طيب. المجتمع حتى نرجع الموضوع نحن ذكرنا انه عندنا متوسط شهريا توصل الى 7000 حاله طلاق هذا العدد من حالات الطلاق اللي بالالاف لا. يتناسب اليوم ويا عدد القضاه اللي عندنا عدد الباحثين الاجتماعيين لا, لا لا احنا ذكرنا في بدايه مم. حديثنا قلنا جزء من السبب تتحمل المؤسسه القانونيه بها التفصيله شلون احنا احنا ما ننسي الى محاكمنا او مجلس قضائنا الموقر احنا نقول انه مجلس القضاء الاعلى محكوم بميزانيه طيب. اليوم اذا يريد يكثر عدد القضاه لازم الدوله توفر له ميزانيه تدري انت كل قاضي الى راتب معين الى عدد من الحمايات الشخصيه الى سياره الى مقر اليوم محاكمنا ترى اغلبها آآ آآ تم تشييدها في يعني قبل نصف قرن مه. او قبل فد 40 أو 50 سنة عدد القضاة اليوم يتناسب القضاة. عدد القضاة مليون عدد القضاة لا يتناسب مع عدد الدعاوى التي تقدم إلى المحاكم مم. مقرات المحاكم نفسها تدري أنت اسم الساعة ذكرنا إحنا محكمة بغداد الجديدة بزي. تدري مقر هذه المحكمة هو دائرة الأمن العامة اللي كان مم. النظام السابق يستخدمها كدائرة مم. أمن آه لا عندنا عدد مقرات محاكم يستوعب عدد القضايا مم. والمراجعين ولا عندنا عدد قضاة يكفي يعني احنا رحنا لاغلب الدول المجاوره، القاضي في اي دوله من دول المجاوره ينظر باليوم ثلاثه الى اربعه الى خمس قضايا. وضعنا شلون؟ وضعنا شون؟ بالعراق يعني بابسط قضاء بابسط مدينه القاضي ينظر لا يقل عن 30 الى 40 دعوه. باليوم. باليوم فاحنا اذا ردنا يطبق الماده 39 تطبيق صحيح ويمارس دوره كقاضي ويحاول الاصلاح بين الزوجين يمكن يحتاج لك الدعوة 10 الى 15 دقيقه فاذا قسمناهن على عدد الد... على عدد ساعات الدوام الرسمي اللي يبدي من 8 ونص الى الثنتين الظهر راح ما يلحق يحسم يعني فد 20 دعوه من ال 40 دعوه فهنا اكو ضغط يحتاج على الموظف يحتاج من 10 الى 15 دقيقه القاضي؟ على الاقل يعني انا اليوم هسه سولفت انا وياك نسولف انا اقول دور هنا القاضي هم يدخل بجانب من الصلح مثلا طبعا لا 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 انا اليوم انا وياك سيجون هنا زوج وزوجه بزاق. اذا أرد اسولف وياهم حتى ما اخليهم يطلقون مم. قد احتاج لفد ربع ساعه نص ساعه يا اطفالكم وين راح يروحون بالضبط. المجتمع الحياه الاقتصاديه الكذا هيجي فاني اذا القاضي هو يعني هو مطلوب من عنده من مجلس القضاء الاعلى ان كل ثلاثة اشهر يحسم الدعاوي خلاص ما عنده دعوه لازم تعبر ثلاثة اشهر زين هو عنده باليوم 40 دعوه طيب شلون راح يوازن بين ممارسه دوره الرسالي الانساني وبين حسم هذه الدعاوى اذا المشكله تحتاج جهد دوله تحتاج جهد حكومي خلي ارجع دور العنصر الثاني موجود بالمحكمه اللي هو الباحث الاجتماعي الباحث, الباحث الاجتماعي دي يمارس دوره الحقيقي اليوم بالمحاكم العراقيه الباحث الاجتماعي اشارت للمادة 34 من القانون وحتى الماده 34 منعت المحامين من حضور اجراءات البحث الاجتماعي باعتبار حتى البحث الاجتماعي يتحدث مع اصحاب المشكله نفسهم لذلك النص قال لا يعتد بالوكاله في اجراءات البحث الاجتماعي والباحث الاجتماعي تعليمات مكاتب البحث الاجتماعي اشترطت به ان يكون حاصل على شهاده البكالوريوس في علم النفس وعلم الاجتماع حتى يكون عنده فد معلومات مو بس قانونية معلومات نفسية بالمشكلة بشخصية الإنسان بتفاصيل باقي تفاصيل علم النفس يربط بين هالشخصين الواقع اللي صاير والطب إلى أي محكمة من محاكمنا راح تلقى مكتب البحث الاجتماعي عبارة عن غرفة صغيرة وعبارة عن موظف واحد مثل ما القاضى مبتلي بأربعين دعوة باليوم الباحث الاجتماعي أيضا ب بأربعين أو خمسين دعوة باليوم هنا البحث الاجتماعي يعني المفروض يكون يعني حتى هو القانون يشير إلى مكتب المكتب ما معقولة بموظف واحد لازم هنا يعني يكون زيادة بعدد الموظفين في مكتب البحث الاجتماعي وذول الموظفين يمارسون دور رسالي يأخذون أكثر عدد ممكن من مهامهم وما يخلون ما يسمى بالمأذون الشرعي اليوم اللي أخذنا غيبته هواي بشهر رمضان ما يخلونه يأخذ دورهم يعني حتى, حتى يكون حوارنا مربوط وواضح عند المشاهد. نعم. هنا اللي اللي سوى هذا الطلاق الخارجي راح يكون هنا دور الباحث الاجتماعي ما موجود ودور القاضي ما موجود؟ بالضبط. وهنا اريد اسجل اشكاليه على نفس القانون. مه. اذا ترجع الى قانون الاحوال الشخصيه مه. احنا هسه خلينا نتفق انه ايقاع الزواج وايقاع الطلاق شرعا مباح جائز يعني ماكو آه نص ديني يقول ما من حقك تتزوج او ما من حقك تطلق. مه. القانون جرم الزواج خارج المحكمه بالماده 3 والماده عشرة. جرم جرم انه قال يابا اللي يروح يتزوج خارج المحكمه هذا يعتبر جريمه قد تصل عقوبتها لثلاث سنوات حبس طيب وغرامة بس القانون ما اشار الى تجريم الطلاق خارج وخارفة. المحكمه زين أن أنا اجرم الفعل مه. الذي يؤدي الى تكوين عائله مه. وما اجرم الفعل الذي يؤدي الى تهديم عائلة لذلك سالته قلت لك انه اكو استسهال لأ, لا لا هذا هذا يدعونا انه مجلس النواب العراقي وخاصه انه هذا القانون صدر عام 59 قانون الاحوال الشخصيه قانون الاحوال الشخصيه وما يسمى باتحاد النساء ومنال يونس لعبت بتعديلات القانون خرجتها حتى من شكل الانساني يعني خاف انه القانون صار لفد نصف قرن مه. الحزب البعث المقبور تلاعب بنصوص القانون وخلاها مزاجيه مه. ما معقوله مجلس النواب العراقي من من اول دوره 2006 لحد الان لم يتطرق الى تعديل هذا القانون مه. يحتاج الى تعديل يحتاج الى تعديل طيب خل, خل... خل أوضع لي نص يعاقب مه. ايقاع الطلاق خارج المحكمه. طيب. حتى آه احد من, من استسهال الطلاق. حتى الناس تعرف الموضوع اكثر انه احنا نعم. وين واصلين وشنو الواقع. نعم. آه اليوم بمحاكمنا آه شنو اكثر الاعمار اللي تصير بها حاله طلاق وشنو اغرب الحالات اللي تسبب حالات الطلاق؟ آه اكثر الاعمار هو الزواج المبكر. مه. اليوم يعني عندنا بدت زيجات يمكن يمكن مواليد الزوجه 2005 و 2010 و 2009 هذا ال الزواج يعني حتى ذاك اليوم أحد القضاة كتب مقال مهم جدا وهو تأسيس معهد لتعليم الأزواج الجدد حياة الزوجية حياة الزوجية يعني أكثر الزوجات أو الأزواج الشباب الجدد ما فهم هو وين رايح يعني شنو الخطوة اللي راح يقدم يتصور أنه فرح وزواج وكذا بس مشكله مم. يعني مسؤوليه بس العائله اعتقد تتفق او لا انه مم. احنا مو ضد الزواج المبكر اذا كان على درايه واهليه كامله بالضبط بالموضوع. لا لا هو مم. الزواج المبكر يعني شرعيا حبي الزواج المبكر مم. حتى نقضي على الانحراف بشرفة في بس انا من اجيب زوجه وزوج ذولا يمكن ورا اسبوعين ثلاثه يالله يقعدون من النوم مم. أنه إحنا وين كنا وين الحب يصحى وين يشوف الواقع كذا. فهذا أعتقد أيضاً سبب طيب. من أسباب كثرة حالات أه الشقة الطلاق الشقة الثانية أغرب الحالات اللي إذا تشوفها وأسباب تقول هذه ما تسوى ما تستاهل هي السنة. انتشرت هواي بمواقع مم. التواصل الاجتماعي مرة يعني حالة طلاق حصلت بسبب ملعقة ملعق طعام مرة مم. بسبب وجبة أكل بس أنا جاي أشوف أغرب حالات طلاق أنه يقدم زوجه وزوجه ويطلقون امام المحكمه حتى يستلمون قطعه ارض او حتى الزوجه تاخذ راتب رعايه هاي اشوفها ما تليق بالمجتمع العراقي ولا تليق بالانسان العراقي انه اني اخالف القانون واخالف الذوق العام حتى احصل قطعه اتحايل قطعة على القانون اتحايل القانون على حتى احصل لي قطعه ب 20 30 مليون واني امام المجتمع زوجتي مطلقه وابنائي باكر عقبه يدرون انه احنا ترى كانوا ياب احنا صح قاعدين بالبيت بس هم مطلقين، هاي شو اشوف حاله رسالة غريبه يعني رساله مهمه اتمنى انها توصل للمعنيين الاستاذ م. وليد عبد الحسين جبراني اشكرك على كل هذه الايضاحات والمعلومات الهامه فبالتالي الموضوع واضح عندنا حالات طلاق دا تصير لهذه الاسباب لراتب لقطعه ارض وعندنا اسباب ثانيه فبالتالي كل هذه الامور جاي تاثر على المجتمع العراقي وده تصير هذه الحالات قلنا احنا عندنا متوسط 7000 حاله بالشهر هذا رقم مو طبيعي ابدا بمجتمع عراقي معروف بعاداته وتقاليده فبالتالي نتمنى انه تحافظ اسرنا على هذا الجو العائلي ونتجاوز هذه الخلافات البسيطه اللي نهايتها ابدا ما تصب لا بمصلحه العائله ولا بمصلحه الاطفال. فاصل قصير وبعدها نكمل. وقبل لا اختم هي وصيه لكل خواتنا، دير بالكم ترى هواي حالات طلاق تصير بسبب انه الزوجه ما تعرف تسوي الدولما والباتشل وغيرها من الاكلات وخصوصا بشهر رمضان بالختام نتمنى قبول الطاعات ان شاء الله والتوفيق لكل عوائلنا الكريمه نشوفكم بحلقه جديده الاسبوع الجاي في امان الله